السلام عليكم شوبير دي زاد، رانا ولينا فاني كنا نتكلموا على البطوله الاسبانيه، البطوله تاع نجوم، بطوله تاع فرق كبيره، بطوله تاع فرق عملاقه في كره القدم، في الرياضه تاع كره القدم، خاصه معروفه بالبرشلونه، معروفه بريال مدريد، معروفه باتليتيكو مدريد، معروفه فالنسيا، معروفه بزاف فرق في هذا البلد تاع كرة قدم، اللي شلنا كيفاش في بعض الأحيان وين إسبانيا سيطرت على بطولة كأس أوروبا وسيطرت فانيك في كأس العالم، شلنا كيفاش كان عندها لاعبين من الطراز العالي، لاعبين من اللي ما غاديش نشوفوا إسبانيا كسبتهم. Les années 2007, 2008, 2009, 2010, حتى الكوب دوروب كاس اوروبا الثانيه اللي داتها، خاطش داين كوب دوروب كوب دي موند كوب دوروب، هذا الجيل اللي ما نزيدوش نشوفوه، هذو هما الاجيال تاع الصح، ماشي كيما حنايا يتكلم على جيل ربح ماتش واحد وربحه بلا ديفونس 82، يتكلم لك على جيل ربح ماتش واحد برك، ومن الايام كان حتى انجاز ومي كبروا حطموا فانيك الجزائر، هذا جيل تا جيل تهضر لي وما لعبتش فيه ذاك الجيل، انت ما لعبتش فيه. حنا اليوم جينا نتكلموا على جيرونا مع تيفرتي، جينا نتكلموا على جيرونا مع تيفورتيفو تاع البطولة الإسبانية، هاد الفرق هذو اللي جيرونا اللي راهي في وسط الترتيب، تحوس كيفاش تفوز اليوم بهذا المقابله، خاصه هذا الخصم اللي راه في ما قبل الاخير في المرتبه، ما قبل الاخير اللي راه يعاني في البطوله الاسبانيه. غادي نشوفوا اليوم كيفاش هذا الفريق جيرونا تحوس كيفاش تتقدم بالفوز، خاصه اللي غادي تلعب في بلادها وتحوس كيفاش تتقدم بهذا الفوز للمراتب المتقدمه، تحوس كيفاش توصل للمرتبه الخامسه الرابعه في الترتيب العام، ونشوفوا الفريق الخاص فينك اللي غادي راه مرتبه ما قبل الاخيره، نشوفوا كيفاش يحوس يفوز، وهذا الفريق المحترفه ما يقطعوش لياس حتى اخر جوله، يلعب حتى اخر جوله، ما غاديش نقولوا اليوم هذا راه مكلاسي لافون ديرني غادي يخسر سايك طاح، كيما اللي هنا عندنا الصحافه في قنوات بعض القنوات تاع لي ديابل سايك دروك مجدين بليده، مجدين منا ايا يحوسوا يطيحوهم ويا وليد سايك ثلاثه طاحوا من نهار الاول يديروا ثلاثه شكون يطيحوا، لا هذو فرق محترفه ما يقطعش لياس حتى اخر دقيقه يقعد يلعب حتى اخر دقيقه، وغادي اليوم نشوفوا مقابله فريق يحوس باش يتقدم في الكلاسمون وفريق يحوس باش يخرج من المرتبه في كيما يقول لك يحوس يهرب من خطر السقوط. على هذيك غادي نشوفوا مقابله جميله، مقابله تاع تنافس من اجل 3 نقاط، هذه هي، وربي يحفظكم وصحيتكم.